وَمَا لِيَ لَا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين رمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو نشاء الله من لو يشاء الله أطعمه قال الذين أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جی یہاں سے کون پڑھے گا جی پڑھیے آواز سے پڑھیے گا جی آپ پڑھیے گا آپ تھوڑا آواز سے پڑھیے گا
أصحاب ال أصح برسوني أصحاب القرية أرسل ربنا مسرفون زیادہ اس کو نہ کھینچے مسرف مدہ نہیں ہے نا اس کے اوپر جی اتبعوا آپ پڑھیے گا آپ انی بس بہت شکریہ آپ پڑھیے گا فمنه يأكلون
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ خَلَقَ आप क्या सुनाएंगे? अच्छा, कोई छोटी सूरत याद है? माशाल्लाह, तो कौन सी ओपन करूं आपके लिए? रहमान ओपन करूं? आराम आराम से पढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमें कब सिखा रहे हैं फिर? हम तो आपसे सीखना चाहेंगे। इन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आराम आराम से पढ़ा करें, जल्दी नहीं पढ़ा करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।